السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا والله راني كما يقول لك هذا الجماعة تاع مسيلمة كذاب، يعني كيفاش كان يكذب وكيفاش انا نقول لك مكلف بالإعلام. ماشي شوبير راه جابدك، شوبير ما راه جابدك، ما والو، ها هو اللي راه جابدك باللي انت كنت تعيط لهم وتقول لهم بارك الله فيكم ومنا ومن. انا نقولها لك عمو هشام بو لحية المخنث تكذب اكثر من الحزاق تاع الحمار. هذو الناس اللي انت قلت لك خطره درت فيديو قلت لك يا ودي انت اللي تعرفهم، هذو انا نعرفهم قبلك ونعرفهم كيفاش يخدموا ونعرفهم كيفاش يحوسوا، يعني اثاره ويحوسوا من نعرف الصوالح نعرفهم ليه. هذو كاع نعرفهم، كاع كنت نهضر معاهم، كاع يهضروا معايا. وقلت لك يا ودي اختيك تعقلنا اللي درت واحد الفيديو قلت لك راه ارسل لك انا كيما هاك سمعت ودروك نديرها لك، هابط نديرها لك دروك، كاش كاع مشكل تاع النهار اللي قلتها لك درت فيديو قلت لك يا ودي راه ارسل لك وقال لك ضربوا لنا حافظ الراجي. ليش انا عندي ما كذبش عليك انايا، على بالنا الناس ما كانوش يأمنوا. كان لي واحد قال لي شوبير راك باغي تبان، يا ودي شوبير من 2008 انا في اليوتيوب من 2008 انا نقول لك يوم 2008 هذا هشام تاع غادي ندير لك يبغي يجبد لعابه ما يعرفهمش، دي زونسيان جوا ما يعرفهمش، يقول لهم الاخر هذاك اللي هنا في القناه النهار الاخر هذا مكان ما يعرفش شو راه والله ما يعرفهم. من 2008 شوبير في اليوتيوب، هذا القناه هذه ماشي القناه خاطر حبسنا عاودنا ولينا كاليفات ليكيب ناسيونال، حبسنا في 2010 موراها بالك واحد الحاجه تعاب ولا حبسنا عاودنا ولينا عاودي كيما هكا. ما كناش نحوسوا عليها، انا دخلت من في راسك يا ولدي. بصح اسمعوا تشوف لهنا وين وليد صادي الى بيت خلي ذاك المكلف بالاعلام اسمع خاطر غادي يولي لك سوسه. اسمع كان صادي فايت ودرنا لهم الحس، فهمت كيفاش؟ رانا تواصلنا مع صالح باي وقلنا خلاص الملفات في ثلاثه مرفوضين ما يقدرش يجبد، طيب خلاص غلق ما يقدرش يسحب، مرفوض هو مرفوض، فهمت؟ هو راح يخرجوا دعايات باللي هو سحب، فهمت؟ خاطش لو كان يترفض الملف تاعو بعد 18 شهر ما يقدرش يزيد يترشح، وهذه اللي كانوا خايفين منها علاش حبوا يعقبوه دراع. وكان صادي فايت 100%، كان صادي 100% فات، والاخرين تلغوا الملف تاعهم مع اللي ضربنا لهم بالفيديوهات الصباح. قال لهم صالح باي قال لهم بارك الله فيكم راكو درتوا الحس انت والشنوا راهي وصلت للدوله، فهمت؟ والدوله دخل انت مكلف بالاعلام، وخاطش هذا الفيديو راه عندي انت تتكلم مع ذاك حسي مسي تقول له مليحه ولا عادي، يعني مازال ما درتكش ولدي غادي ما نديرك ان شاء الله، ما كاينش مشكل كاع. راني في 150 تسجيل، هذاك اللي تاع بريكول هذيك تاع بريكول تاع بريكول تاع مكان والو راني قلعتهم. فعندي يعني مخليكم يا رب العليها غلط، فهمت؟ إيه كان صادي فايت ودرنا لهم الحس، فهمت كيفاش؟ رانا تواصلنا مع صالح باي وقلنا خلاص الملفات في ثلاثة مرفوضين. إيه كان صادي فايت ودرنا لهم الحس، فهمت كيفاش؟ رانا تواصلنا مع صالح باي وقلنا خلاص الملفات في ثلاثة مرفوضين، ما يقدرش يجبد، صاي خلاص غلق ما يقدرش يسحب، مرفوض هو مرفوض، فهمت؟ هو راح يخرجوا دعايات باللي هو سحب، فهمت؟ خاطش لو كان يترفض الملف تاعو بعد 18 شهر ما ربيك هاكا شتي لربيك تولي سيرفير تاع القهوة، مي يقولو جيب لي قهوة تخاف يعاودها يقولو ما ودي راه قالي سير قالي جيب قهوة تولي تخاف. ندير لك عبرة ربيك انت وفرفور وشبشوع ولا ما كيسموه
انت ما قالوا والله ما يخليكم ربيكم لازم تترباو. وانا نقول لكم ما راكم شريتوا تليفونات جدد، انا على بالي باللي يامس راكم شريتوا تليفونات جدد، انا على بالي راه على بالي باللي شريتوا تليفونات جدد. شوف بالك غادي تزرب في راسي، غادي هذاك حسي مسي نبلع له القناه تاعو، بالك نجيب له ننيه غادي بالك نبلع. اي انا نقول لك باللي نبلع حالك باش راني منقصر معاك، غادي نبلع حالك، غادي نخليك ميت تدي لامان، غادي تنوض الصباح تبقى نبلع بلع حالك هاكا راك العزبل قيسك بوبال تاع لابوبال في تاع لابوبال. انا نقول لك غادي نبدا بيك انت في طوط في طوط ذوك زوج يعرفوا واش راني قاضب. ايوا شفت ارقام السريه تاوعك كيسموك عمو هشام ارقام السريه تاوعك، شو قلت لك نضرب كل شيء روح شتاو ولا مشتاش ميساج نوض الصباح سكر يقلبك كل قدرش يزيد يترشح. وهذه اللي كانوا خايفين منها صرنا مع صالح باي وقلنا خلاص الملفات في ثلاثه مرفوضين، ما يقدرش يجبد صاي خلاص هيا سمعوا ديريكت ما يقدرش يسحب المرفوض هو مرفوض فهمت، هو راح يخرجوا دعايات باللي هو سحب فهمت، خاطرش لو كان يترفض الملف تاعو بعد 18 شهر ما يقدرش يزيد يترشح. راجل القانون وهذه اللي كانوا خايفين منها، علاش حبوا يعقبوه درع وكان صادي فايت 100%. انفرت انه يحتاج كان صادي 100% فات والاخرين تلغوا الملف تاعهم مع اللي ضربنا لهم بالفيديوهات الصباح قال لهم صالح باي قال لهم بارك الله فيكم راكو درتو الحسن تاع الشنوا راهي وصلت للدوله فهمت، والدوله دخلت فهمت دخلت ورفضت كاع الملفات وقال لك واسمو ايغيل راح يدير طعن ويعاود يبدل العضويه لان هو عنده العضويه تاع اللاعبين راح يعاود يبدل العضويه فيولي الملف تاعو مقبول وصادي ما يقدرش يدير الطعن لان هو رئيس الاتحاديه ما يقدرش يجيب واحد في بلاصته لان هو اصلا غير شرعي ما يقدرش يجيب واحد في بلاصته ويقدمه يعني لازم يغير الاعضاء واذا غير الاعضاء فهو غير شرعي يعني ما عندوش القانون يسمح له فهنا ملف تاعو مرفوض اجمالا اما يغير الملف تاعو مرفوض لان العضويه تاع اللاعبين ومن بعد يعاودوا يصلحوها يعاود يدير طعن ويجيب راح يعطوا له نسيت قالوا لي واحد العضو راح يدخل معاه فرقاني فرقاني راح يعطوا له عضو الفلاني يدخل يصلحوا له الدوسي تاعو ومن بعد يقبل الدوسي تاعو ويغير رئيس الاتحاديه بدون منازع وحده الواحد يعني المترشح الواحد. صح عجبني تاع صالح تاع كان صادي فايت كان صادي فايت ودرنا لهم الحس فهمت كيفاش رانا تواصلنا مع صالح باي وقلنا خلاص الملفات في ثلاثه مرفوضين ما يقدرش يجبد صاي خلاص غلق ما يقدرش يسحب المرفوض هو مرفوض فهمت، هو راح يخرجوا دعايات باللي هو سحب فهمت، خاطرش لو كان يترفض الملف تاعو بعد 18 شهر ما يقدرش يزيد يترشح. وهذه اللي كانوا خايفين منها، علاش حبوا يعقبوه درع وكان صادي فايت 100% كان صادي 100% فات والاخرين تلغوا الملف تاعهم مع اللي ضربنا لهم بالفيديوهات الصباح قال لهم صالح باي قال لهم بارك الله فيكم راكو درتوا الحس انت والشنوا راهي وصلت للدوله فهمت، والدوله دخلت فهمت. ردي والله الذي كذاب ويدخل في الدوله ويتهم في الدوله ويتهم هذا 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 حمار هذا هذا ولا بوركوا 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 كونار ايه بوركوا انا راك عندي هكا بالفيديو راني نشوف فيك على بالك تويتر غادي نشوف فيك هاك هاك بوركوا بوركوا هاي تكذب كي حمار انا والله لا بزاف شي طريق راه نخلي ربيك غادي نعاود لك ايه شعندك من عام عندك 55 عام غادي نعاود لك اعاده في التربيه اعاده التربيه نخليك مي تبغي تقول سيرفر تاع قهوه جيب لي قهوه تنوض تخالي لي يعصر تقول له قهوه ربيك هكا سي تربية هاي ما تكذب وتعرف روحك سي انا راني نربي فيك على بالك عمي هشام انا راني نربي فيك التربية اللي راني دايرها لك على بالك سي انا باش تقلع الكذب لانك كذاب كذاب جحش انا نقول ذلك انت دمية هذا على والد ثاني اللي هكا بوه
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. واللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله.